بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراكي. النهاردة حبايبي هقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل المروار لتزيين التورتة. تزيني بيه التورتة هيديكي شكل جميل جدا للتورتة، وكمان ممكن تزيني بقى عليه بعد ما تضيفيه كده على التورتة، ممكن تعملي بقى أي تزيين يعجبك. بس هو الأساس معانا طريقة عمل المروار النهاردة. ممكن تعمليه بقى بأي لون يعجبك، بس أنا هنا النهاردة يعني مقدماه باللون الأحمر، ودي كده التورتة اللي أنا كنت عاملاها. فأنا هقول لكم بقى المقادير والطريقة، وأسيب لكم الخطوات طريقة عمل المروار خطوة بخطوة. أول حاجة حبايبي هنحتاج 85 جرام سكر، وهنحتاج 350 ملي ميه، وهنحتاج ل50 جرام عسل جلوكوز، وهنحتاج ل200 جرام شوكولاته بيضه، وهنحتاج ل100 جرام كريم شانتيه خام اللي هو البودره، بيبقى موجود عند بتاع خامات الحلويات او في السوبر ماركت، بيبقى فرط غير محلى او عند العطار. هنا برضو هنحتاج ل10 جرام جيلاتينه بودره، وهنحتاج ل50 ملي ميه عشان ندوب فيهم ال10 جرام الجيلاتينه البودره. هنيجي بقى حبايبي على اول حاجه، هنبدأ ان انا اخد ال50 ملي ميه على 10 جرام جيلاتينه بودره، وابدا ان انا احطهم مع بعض في الكوبايه، واسيبهم على جنب، اقلبهم كده واسيبهم على جنب. ببدأ بعد كده اللي انا بجيب حلة، وببدأ بقى اللي انا احط فيها كمية المية اللي هي 350 ملي مية، وبحط عليهم بقى العسل كلوكوز كل المكونات، وبحط عليهم السكر والشوكولاتة البيضة والكريم شانتيه. ببدأ اللي انا احط كل المكونات دي كده مع بعضها في قلب حلة، وبحطها على النار وبقلبها كده كويس لحد ما بتبدأ اللي هي تسيح الشوكولاتة، وكل المكونات ديت يعني تختلط كده مع بعض. بتختبريها ازاي؟ يعني بمعلقة كده، بتجيبي ظهر المعلقة، وبتكون المكونات ديت المفروض اللي هي غطت كده معاكي ظهر المعلقة، بيبقى كده خلص خلاص. بتبدأي بعد كده اللي انت بترفعيه بقى من على النار، وبعد كده بتبدأي اخر حاجة بقى، بتبدأي اللي انت بتضيفي خليط الجيلاتين عليه، طبعا مع الحرارة بتاعته اللي هي السخنة، بتبدأ الجيلاتينة اللي هي بتسيح فيه، بتقلبيها تقليبة. بعد كده بدوب بقى، كان عندي لون بودرة الوان طعام، بتبقى الوان صحية موجودة عند العطار. ببدأ ان انا اخد سنة منها كده اهوت على سنة مية، وانا هنا عاملة باللون الاحمر، وببدأ بعد كده ان انا ادوبهم مع بعض، وبضيفهم بقى على الخليط، وبيكون كده معايا خلاص. طبعا اثناء انا ما بعمل المروار ده اهوت، طبعا انت لو انت بقى تزيني بيه تورتة، لازم التورتة بتكوني مخلصاها وحشيها بالكريمة ومغلفاها بالكريمة، وتكون عندك في التلاجة، بتطلعيها من التلاجة بتصبي عليها بقى المروار ده هو اخر حاجة. بعد ما بتصبيه بتزينيه بقى بتزيني التورتة بأي حاجة تعجبك. انا هنا اهوت، انا كنت مزينها يعني بعد ما صبيت بقى عليها المروار، كنت مزينها بفراولة. ممكن بقى تزينها اي تزيين يعجبك. كنت عامله ورد كده من الفراوله، هتلاقوا المقادير التورته ديت بالظبط خطوه بخطوه، هتلاقوها موجوده في القناه، عشان برضو يعني اللي ما شافش الفيديو كنت شرحها بالظبط. تورته الورده البلدي يعني على طريقتي بالفراوله، تورته الورده البلدي بالفراوله من حنان الوراكي، هتلاقوها موجوده في القناه. بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان الوراكي ومنادى وفتحي. يا ريت اللي لسه متابعني لاول مره، فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناه عجبتكم وبتستفادوا منها، يا ريت اللي انتم تدعموني كده حبايبي بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه. ما تنسوش اللايك والشير حبايبي عشان بيفرق معانا كتير، بيخلي الفيديو يوصل لاكتر عدد من المشاهدين اللي هم يشوفوا الفيديو، وكمان القناه كمان تكبر بيكم كمان حبايبي. اسيبكم بقى تشوفوا الصور كده اهوت، الخطوات بالصور خطوة بخطوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.